بسم الله الرحمن الرحيم، يا اهلا وسهلا. في فيديو سريع ده نتكلم عن الروايه الصغنطوطه دي بتاعه الليالي البيضاء للكاتب شير داستوفسكي. الهدف من الفيديو ده ان هو الروايه دي صغيره خالص، ممكن اي حد بشكل سريع يتفرج على الفيديو ده فيعجبه الفيديو فيقرا الروايه فيحس ان هو عمل انجاز، علشان هي روايه صغيره والكاتب مشهور جدا، وممكن تخش انك تحس انك بتقرا حاجات للناس كبيره كده، وفي نفس الوقت خلصتها بسرعه وتقعد تنزل بقى انك قرأتها على الفيسبوك وتحس بالإنجاز كده. فلربما يفتح معاك الآفاق إنك تقرأ رواية واتنين وتلاتة، أو مش رواية، تقرأ كتاب واتنين وتلاتة وما إلى ذلك. يعني ممكن مثلا في الفيديو أنتوا شايفين الجزء اللي فوق ده كده في الفيديو، أو الجزء اللي فوق ده في المكتبة عندي، ده جزء للدكتور مصطفى محمود، وده كان بداية إن أنا أقرأ كتب كان للدكتور مصطفى محمود، حاجات صغيرة كده. الرواية دي مفيهاش أي تفاصيل كتير خالص، هي كل اللي فيها شخصين اتنين بس، يعني مفيهاش أشخاص كتير ولا فيها أماكن كتير ولا فيها أي حاجة خالص. شخصين اتنين كان بيتكلموا في 4 ليالي، فهي 100 صفحة وصغيرة جدا، ويعني من جوه يعني صغيرة وسهلة في القراءة. أنا أنصح الناس إنها تقرأها، لأن هي الكاتب يعني في الرواية دي كان يغوص في أعماق الشخصية الإنسانية، فتحس إن الرواية لطيفة كده، هي حزينة شويتين ولكنها رواية لطيفة. وفي النهاية ما تنسوش تشتركوا في القناة علشان نوصل يعني 1000 سبسكرايبر، فاضل تقريبا أقل من 100 شخص، علشان نعمل لكم Q&A ونجاوب فيه على كل الأسئلة، وإزاي عملت المكتبة دي، أو إزاي بتقرأ كتب أو أي حاجة. وتتابعونا على الفيسبوك علشان يعني لما نزل البوست الناس تلاقي مكان تحط فيه الأسئلة بتاعتها. وأتمنى السلسلة بتاعت الكتب دي تكون لطيفة وخفيفة وسريعة، حاجة كده في السريع. نشوفكم في فيديو تاني. سلام عليكم.